عجبني ندوز الكونجي في شمال المغرب حيت المنطقة سياحية فيها بزاف ديال البحورة، فيها الاختيار الا ما عجباتكش يعني قريب، كاين بحور بزاف، الجو تما مزيان كيكون في الصيف. تندوز الكونجي ديالي في الشمال لان ديك البلاصه مزيانه وفيها ناس زوينين وتعجبنا البحر ديال الشمال وكاين العائله تما مزيان. في الحقيقه انا كنخدم في الرباط وعايش في الرباط، ولكن كنفضل ندوز الكونجي ديالي في الرباط. فيه ما يتشاف بزاف، لي ريجون ديالو فيها ما يتشاف، فيها ما هذا كاين ما يتشاف، الرباط خصو يتشاف. وكنبغي الرباط نبقى فيه كنشوف فيه اللي كيعجبني وكنرتاح فيه. البلاصه اللي كتعجبني ندوز فيها الكونجي ديالي انا وليداتي هو الشمال. الشمال كيعجبني البحر ديالهم وكتعجبني النظافه ديالهم، والشمال نقي بصراحه ولا نقي بزاف، وديك الشواطئ ديالها كبيره وغزاله، وكنمشيو للوادلاو، كنمشيو للفنادق، كنمشيو للمارتين، ايوا كندوزو الكونجي ديالنا. المنطقة عندي المفضلة مثلا اللي كنبغي ندوز فيها الكونجي ديالي او لي فاكونس هي مثلا إفران، والسبب في هذا الطبيعة الخلابة، الجمال الساحر، الماء، الخضرة، جميع الأشياء اللي متوفرة في هذه المنطقة، فضلا عن الهواء النقي والبارد إلى آخره. نعم، بالنسبة لي تنختار الكونجي، أنا كنختار المناطق الشمالية، المناطق بالضبط الفنادق المضيق. وعلاش بالضبط المناطق؟ صراحه كنختارها على حساب الطبيعه اولا، وعلى حساب المونطاليتي ديال الناس تما. صراحه لا كاين الاحترام، كاين لو ريسبي بزاف، هذا هو الاهم كاع في كل شيء في الكونجي. واحد يدوز كونجي خصو يمشي شي بلاصه يقدر يرتاح فيها. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.